شفنا لك برنامج ميداني خيري على قناة ان ار تي. نعم. كل الحلقات ما حد انتبه لها ولا يمكن غضوا البصر عنها. انتبهوا لمقطع تسألين بي رجل ريفي يمكن انه البقرة شلون تجيب او منين تجيب لا هو ما سألته هيك اني سألتك لا بالمناسبة هذه كانت كواليس الله يرحمه المخرج توفى استاذ كنان الحلفي كانت كواليس بس كنتي بالمايك يعني لا لا اي بس كانت كواليس هي ما كانت بالحلقة واذا ترجع على اليوتيوب راح تشوفها ما كانت بالحلقة كنا بالكواليس نحكي اشكال بيننا وبين الناس نحاول نطرف الجو انا ما سالته على هذا الموضوع لا دا اقول دا اسال على الافراد الموجودة فقط سالتي وين زوجها او هيك دا اقول له وين يعني مو معنى اقول ليش سالتي السؤال هم ناس كلش بسيطة يعني ما تسأله تقول له شنو معدلك العلمي لا بالعكس ناس محترمين وحبوبين ليش تم عرضه هذا يعني المقطع؟ شوف هو ما أعرف ليش أي إنسان ما عنده خصوصا إحنا دا أحكي في كمجتمعنا العربي مو بس العربي نعم. أي شخصية معروفة ما عندها فضايح يحاولون يدورون أي شيء ثاني حتى يعني يسدون هذا ما أعرف ليش يعني هاي طبعا مو الكل لا هذه الشخصيات اللي مولودة وهي بها طبع التنمر هذا يعني فما شافوا العوائل والمواقف المأساوية والإنسانية اللي شفناها بهذا البرنامج ما شافوا كل الحلقات أنا شفت يعني ناس وأماكن من أصعب اللحظات يعني اللي واجهتها بحياتي يعني اكو حلقه منهم يا ريت لو يتعبون نفسهم ويشوفوها اكو مره كانت ساكنه في مكان يعني العفو اقل من ال يعني متره بمتره وهذا المكان هم يعني يطبخون بيه وينامون بيه لدرجه انه بنتها توفت من التسمم المكان لانه ماكو قاع يقعدون عليها يعني يا ريت شويه الانسان يكون عقله يعني انظف وانقى من هيك يحاول يشوف يعني انتم بدل ما ضحكتوا وصرتوا كلكم يعني ناس بيرفكت وتعرف تسولف وكذا مو كنا اجينا نعرف كل شيء مثل ما قلت لك وماكو انسان ما يخطا ماشي ان كنت انا خطأانة فيا ريت كنتوا تتعبون نفسكم وتشاهدون الحلقات البقية على الأقل تروحون إذا كل شخص يروح يزور عائلة من هذه العوائل راح يغير وجهة نظره يغير تماما أشياء. طيب زينة ليش انتقلتي اليوتيوب مؤخرا حركة جريئة يعني بالعادة الناس تبدي يوتيوب وراها تروح على قبل الأجابة خلينا نرجع على نقطة معينة قناة الان ار تي لا أنا ما تركتها لكن هو احنا اتفقنا انه ايضا بس هذا البرنامج يعني ما كان اكو هو اصلا فرحهم في بغداد اعتقد نعم كانت انغلقت وهجوم عليه نعم نتمنى لهم انه يرجعون زينة اي انتقلتي اليوتيوب وراها ليش اليوم انت باليوتيوب ليش باليوتيوب حتى تقدمين وجهة نظرك المجردة مثل ما قلت لك بالبداية انه احنا كمقدمين برامج مو ما تكون ان حرية الاختيار يعني دائما فاني ما قدمت شيء يثبت للناس انه اني اقدر انطي واقدر اسوي اغير بي وجهة نظر البعض اللي غير مؤمن بقدرتي فتحملت وسويت هذا البرنامج تحملت إنتاجه وتكلفته ووضعه كليته طبعا هو بمجهود شخصي نعم. ومساعدة بعض من أصدقائي المصورين أكيد تحياتي لهم حلوة الفكرة أي وسويته أريد أتناول به قضايا أوكي مو أول شخص يتناولها وهي تبقى على مدار سنين بس لكن من منظورك من منظوري ومن من يعني شون من عيني من نفسي أنا دا أحاول أحلها ولو بكلمة وأنا بعتقد لأنه على الأقل تطرحيها وأنت عندك شعبية فراح يكون الناس عندهم شيء يشوفوه غير الرموش والعدسات نعم والميك اب ما شفت يعني لحد الآن أنه أكو يعني إنسانة تمتلك شعبية حاولت تقدم يعني مثل كهيتشي برنامج هيتشي صحيح أنا وياك هو في أفكاره مو بالمناسبة مو كل حلقة تشبه الثانية نهائياً كل واحدة فكرة مختلفة تماماً راح تطرقين لأفكار أجرأ يعني عقد مجتمعية عندنا أكيد مثل شنو بالك؟ والله عندنا عدة حلقات واحدة منها هي خيانة الزوجة مو هواية شنو بيها بس هذه موجودة
زينة بالحديث عن الخيانة وبالمناسبة اقترحوها علي متابعيني اللي تفاعلوا وياه ومن برنامجك أكيد أقول لهم شكراً هواية على دعمكم إلي ودا أتفاعل وياهم وكل الاقتراحات اللي دا يقدموها يعني دا أسمعها وأسويها يعني كلش فرحانة أنا لأنه بداية أول حلقة حالياً حتوصل 500,000 ما شاء الله والتفاعلات كلها ويعني هي مو بس مشاهدة لا تحسها مشاهدة وياها رأي ورأي صحيح مو رأي دا تخليهم يفكرون على الأقل بالحديث عن الخيانة كونك راح تطرقين هذا الموضوع أكو شيء يبرر خيانة المرأة برأيك؟ لا بس راح أقول لك رأيي كله من خلال الحلقة لازم تنتظرها راح أشوف الحلقة بس يعني دائما أكو يعني ممكن الرجل يسامحوه المجتمع والشريك لكن خيانة المرأة خط أحمر عندنا بمجتمعاتنا أنت مع هذا الشيء لو ضد؟ شوف أني ضد لكن ما أبرر خيانة الرجل هاي واحد يعني بس مو كل شخص يسوي شيء خطأ إحنا نروح نسوي نفسه ونقارن نفسنا به يعني ما يصير والله أني لا الحمد لله يعني إذا صارت ممكن تسامحين تبدين صفحة جديدة لا صعب طيب